عندما تواجه الضحية جلادها. قول وين ودت أهلي؟ أزعاني عايشة بدون أخوان. هل يكفي الصمت؟ ارفع رأسي لو ما ارفع رأسي. وهل يكفي الندم والعقاب على الجرائم التي ارتكبها الدواعش بحق الأزيديات في العراق؟ وثائقي من إنتاج العربية. لكن تدمر حياتي، حياة البنات الأزيدية. بمواجهة الداعشي المغتصب، السبت 8:30 على شاشة العربية.